أقرت اللجان المشتركة نهار أمس اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف بما يتيح طباعة فئة ورقية أكبر من 100,000 ليرة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وجرى إقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة. والخبير الاقتصادي جاسم عجاق أشار إلى أن هذا القرار يعني أنه ليس هناك حلول في الأفق حاليا. هذا الأمر يعني بكل بساطة أنه ما في حلول موجودة بالأفق، خليني أقول، لأنه لما عم تترك لمصرف لبنان حرية طباعة العملة الفئات أو تحديد الفئات، لأنه تحديد الفئات هو اللي موجود بالمادة اللي بقانون النقد والتسليف، هذا الأمر بيعني بكل بساطة أنه حتى المشرع اللبناني ما عنده أفق للحل للخروج من الأزمة. هذا الأمر أنا بعتقد أنه سيء، هذه إشارة سيئة بتدل بكل بساطة على أنه ما في حلول بالأفق. أنا أعتقد أنه اليوم الدولار مضبوط، حتى ولو اليوم قيمة العملة تراجعت بالنسبة للدولار، ولكن العملة اليوم مضبوطة. وأكد البروفيسور عجاق أن هذا القرار يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف تلقائيا، لأن زيادة الأوراق النقدية تؤدي إلى خفض قيمة العملة. مما لا شك فيه بدك تعرف طبع العملة تلقائيا بده يعلي سعر الصرف. أنت اليوم لبنان ثروته يلي بتعكسها العملة هل قد متى؟ طيب إذا أنت عم بتزيد هالوراء تلقائيا رح تنقص قيمتها للعملة. انا اعتقد انه هذا كان خطأ، وهذا خطأ فات من باب المزايدة، انه والله انا عم بحمل مصاري كتير. بس اجي ما ننسى انه نحن بمرحلة لم الكتلة النقدية اللي موجودة بالسوق، لك تيجي ترجع تعطيهم كتلة نقدية اضافية. إذن لابد من أن تستعيد الدولة سيطرتها المالية على أراضيها، لأن الاقتصاد النقدي أو الكاش إيكونومي هو نظام تحاربه جميع الدول المتقدمة لما قد ينتج عنه من تبييض أموال ومخالفات للقانون وأعمال غير مشروعة. بدنا نرجع نفرض السيطرة المالية للدولة، سيادتها المالية على أراضيها، من خلال لأنه كل شيء بيصير بالنقد خارج عن سيطرة الدولة، لا بتاخذ عليه ضرائب، في عليه تهرب ضريبي، بينعمل أشياء مش منيحة كتير، كل شيء فيه أشياء غير مشروعة ومخالفة للقوانين فيك تقدر تعملها، لأنك أنت عم تدفع كاش. لذلك كتير خطرة العملية الاستمرار بالكاش، وبدنا ننتبه، لازم الدولة تستعيد سيادتها على سيادتها المالية على أراضيها.